بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أشكر الشاعرة الكريمة دكتورة عدير زكريا على هذه الكلمة التي تتدفق مشاعر صادقة نحو الأدب ونحو الشعر خاصة ونحو الرابطة ونحو الواحة. والتقف أو أقف عند عدة نقاط أثارتها مهمة جدا. يعني ما الذي يجمعنا؟ يجمعنا الصدق، يجمعنا النية الحسنة، يجمعنا أننا جميعا لنا هدف واحد وهو إعلاء القيم. فرابطة الأدب الإسلامي تعني أننا نعلي ذلك النوع من الأدب الذي يعلي القيم، الذي القيم فيه نابعة من منطلقات أيديولوجية دينية خاصة، وهذه المنطلقات تجعلنا نتمسك بكل ما هو أصيل. وكذلك الواحة عندما تهتم وتعنى في المقام الأول بالشعر العمودي وأمير الشعراء ومن قبله شعر الخليل، النظام العمودي هذا الذي بذل فيه الخليل رحمه الله أكبر الجهد، عملاق هذا الخليل بن أحمد، أنه يضع أول معجم في اللغة العربية ويصنف ويخترع ويبتكر علم العروض. هذه مواهب وهذه يعني فتوحات ما كان ينبغي أن نجحدها في يوم من الأيام، وأن نكتب الآن ما يسمى بقصيدة النثر وندعي أن هذا شعر. وقلت هذا الكلام في مناسبات كثيرة هنا وفي جامعة عين شمس، وأظن قلته أيضا في الواحة. هؤلاء مجموعة من الأشخاص الذين فشلوا في أن يكونوا شعراء فأطلقوا على ما يكتبونه اسم قصيدة، لكن لو كان شاعرا حقا لاستطاع أن يلتزم بعمود الشعر، أو على الأقل أن يبدأ بعمود الشعر. لكن أنا لا أتصور شاعرا يبدأ بكلام لا وزن فيه ولا قافية ولا صور ولا محسنات ولا في أي معيار من تلك المعايير، ولا نحو ولا صرف ولا غير ذلك. تفضل. في دي وقالت في قصيدة ناس اللي بتناقش امبارح أول في الصعيد الدكتور. ما هو ده داخل فيما يعني أشارت إليه الدكتور عبير، وهذه النقطة الثانية التي كنت أحب أيضا أن أقف عندها، وهو كيانات كثيرة موجودة الآن للأسف تدعي أنها تعمل لنادي الأدب، لكن هذه الكيانات إنما هي فرقعات وإنما هي عبارة عن شو إعلامي فقط، ويريدون أن يلتقطوا صورا ويعيشون اللحظة. لكن هل هذا الأدب الذي يبدعونه هل هو أدب حقا؟ هل هذا الأدب الذي يتصورون أنه إبداع هل هو فيه شيء من الإبداع؟ يعني حتى وإن كان هذا في يعني مكان مهم جدا مثل اتحاد الكتاب، إلا أنني أتحفظ كثيرا على إقامة فعاليات خاصة لقصيدة النثر وما إلى ذلك. صالونات كثيرة يعني انتشرت في هذه الأيام، وكل يعني أسبوع أو ربما كل يوم معالجات ومناقشات في أماكن كثيرة في القاهرة والإسكندرية وغيرها من المحافظات يحتفلون ب، لكن هل هذا بكن؟ هل هذا له ثمرة؟ الأمر الذي توقفت وأقف عنده أيضا من كلمة الدكتور عبير، وهو أن أظن أنها تريد أن تؤسس وأن تركز على أننا ننتمي إلى مذهب الفن للحياة وليس الفن للفن. لأن الذي يكتب الفن لنفسه فقط ويضعه في أدراج مكتبه فهذا الفن لا يؤثر في شيء، ولكن لابد أن يكون رساليا. الأديب الرسالي، الشاعر الرسالي، المعلم الرسالي، الطبيب الرسالي، كل الأعمال يمكن أن تكون من هذا المنطلق. والأدب خاصة لابد أن يكون مؤثرا تأثيرا إيجابيا نحو الخير. الأديب الرسالي هو الذي يتصور أنه يؤدي رسالة،
فهل هؤلاء يؤدون رسالات؟ لا أظن. ترتقي الواحة مع الرابطة في أننا أظن إن شاء الله نعمل في من أجل رسالة واحدة، وهي أننا نرسي دعائم خير كثيرة جدا في المجتمع. وأنا سعيد من كل السعادة بحضوركم وبتواجدكم في هذا المكان، وأنتم جميعا يعني أصبحتم أعضاء في الرابطة، لستم ضيوفا وإنما أصحاب بيت وأصحاب مكان. ويعني رحب بكم جميعا، وإن شاء الله في انتظار حضور الشعب الكبير الأستاذ خالد، أهلا بي وسهلا وبكم جميعا. وأكرر أن أبلغكم اعتذار الدكتور صادق الأستاذ خالد، شفاهم الله تبارك وتعالى وأتم النعمة عليهما وعلى مرضانا جميعا. ويعني بالنسبة لتقديم الأمسية أترك للدكتور عبير أن تتفضل لأنها تعرف الأولويات فيما يتعلق بأعضاء الواحد.